السنة اللي فاتت كان لقب الدوري جاي بعد سنين من الغياب، لكن السنة دي جاي بعد ما تقال ان السنة اللي فاتت كان السر في التفوق بيرجع للمحترفين جواو ويوسفاني وان الاهلي اتفاجئ بيهم، فهو ده اللي رجح كفة الزمالك. المرة دي جاي والزمالك بيلعب محترف واحد وما بيلعبش اساسي كمان، فانهي اغلى بالنسبة ليك، لقب الدوري السنة اللي فاتت ولا لا؟ بالنسبة لي انا بصراحة يعني لا، السنة دي فعلا تعبت جامد بصراحة، وكلنا اشتغلنا على نفسنا جامد. مش عايز اقولك ان انا واحد من ضمن الفرق كنت تقريبا بتمرن 3 تمارين في اليوم، كنت بنزل الساعة 11 الصبح ارجع 10 بالليل، وكل دوت انا بتمرن وبحاول ان انا اشتغل على نفسي وبحاول ان انا اطور. ده اخرة التعب، ده مش انا لوحدي، زمايلي كلهم طبعا، كل واحد اجتهد في حتته وكل واحد اجتهد على قد ما بيقدر، لكن انا بالنسبة لي ده الدوري الاغلى في حياتي اصلا، مش في السنة اللي فاتت بس. بالحديث عن معاناة اللاعبين والظروف اللي بيمر بيها الفريق، ايه حقيقة ان انتوا كلاعيبة اللي طلبتوا الانسحاب من البطولة العربية بسبب غياب المحترفين؟ هل ده حقيقي ولا لا؟ لا، هو مش عشان خاطر غياب المحترفين، احنا عشان نعرف نقفل على نفسنا. انت لسه كنت خسران بطولة سوبر من الاهلي راكب، كنا لازم يبقى في وقفة، حتى لو انت مش هتخش بطولة، معلش يعني احنا كان هدفنا الاول او الاكبر هو الدوري وبطولة افريقيا، يعني ده كان هدفنا كده، فكان احنا لازم نشتغل على الهدف الاكبر بالنسبة لنا اللي هو كان الدوري العام. قلنا ان احنا نقفل على نفسنا ونركز كويس، وكل واحد يرجع مستواه تاني ونتمرن كويس ونشوف الحاجات اللي احنا وحشين فيها نبتدي ان احنا نشتغل عليها لحد ما ربنا كرمنا في الاخر. اخر 5 بطولات محلية الزمالك اخذ 4 منها، 2 دوري و2 كاس. شايف ان الزمالك كمان يقدر يفوز بلقب الكاس بتاع السنه دي يبقى 6 او 5 من 6، ولا صعب قوي لان خلاص بقى الاهلي المره دي هيخش وهو واخد حذره اكتر؟ لا، ما فيش حاجه صعبه، هم احنا زينا زيهم بالظبط، يمكن احنا عندنا دوافع اكبر، الناس هناك بقى لهم سنين اصلا بتكسب، متوفر لهم كل حاجه تقريبا، انت بتلعب تحت ضغط كبير جدا ومطالب ان انت تكسب، وبصراحة اللعيبة رجالة، وإحنا كنا بنثبت بس كلمة واحدة إن إحنا محترفين، من غير محترفين نقدر نكسب. سؤال كمان في بطولة الدوري ونظام البيستو 3، شايف إن هو نظام عادل إن أنت يعني بتخسر كل ماتشاتك في الدوري وتيجي بقى في المراحل يعني فريق يكسب الفريق التاني على مدار الموسم 5 ماتشات ويخسر آخر ماتشين فيخسر الدوري، هل بتشوف ان هو ده بيكون افضل للفريق علشان يعرف مشاكله فين، ولا الافضل ان هو يكون بنظام الدوري وتجميع النقاط واللي ياخد نقط اكتر هو اللي يحسم اللقب؟ لا، هو بالنسبه لالعاب الصالات اصلا يعني العالم كله اصلا شغال بالبلاي اوفس، فلكن الموضوع اللي هو ان احنا نجمع نقط وكده ده كان في الكوره، لكن الدنيا كلها شغاله ان احنا تلعب بيست اوف 3 او بيست اوف 5. كل اللي هم يعني الاهلي لما كسب كان كلها مراحل ترتيبيه، يعني ما كانش ليها اي لازمه خالص، كان كلها ان انت هو اول انت تاني، انت اول هو تاني، مش هتفرق كتير، احنا الاثنين في نفس الحته. هل ده النظام حلو؟ يعني بتبقى في الاخر بتلعب اغلب ماتشات الموسم وهي ملهاش لازمه، ايه اللي متعب كده؟ هي مش ملهاش لازمه، هو انت لازم مثلا تبقى في المراحل الترتيبيه مثلا من هو من 1 ل8 لازم تبقى في التوب 4 عشان انت تلعب اللي تحتيك، الاربعه اللي تحتيك، بدل ما تفضل تخسر وتلعب مثلا تصطدم مثلا بالاهلي في ان انت لسه ما لعبتش مثلا في دور الثمانية اصلا، هل ممكن تطلع او هو ممكن هو يطلع زي ما حصل السنه اللي فاتت بالظبط، لعبناهم في السيمي فاينال هم اخذوا ثالث احنا خدنا اول، كان خسران مننا كان هيبقى بعيد قوي، مش هيبقى الثاني، هيبقى الثالث.